شاء الله كل سنة وبلادنا طيبة. هذه ضحية تحصل عليها أسرة مستحقة حصلوا عليها من أخوتهم في مصراتة، بالتالي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، ونأمل ونتمنى أن الأضحية تصل لكل عائلة مستحقة، لو أن يعني كثير العائلات ما نتيجة لهذه الحرب مضرة، ولكن إن شاء الله يا رب العالمين بفضل هالناس ومجهوداتهم. الشباب الآن يعانوا من مشكلة أن في عائلات غير مستحقة لمستاسعة الحال ويأخذونها في الأضاحي، شنو نتوجه للناس؟ نوجه للناس أن ما فيش، لا يجوز شرعا قبل لا يكون قانونا، لا يجوز أن أي أحد أن يتقاضى أو يأخذ ضحية هو لا يستحق، لابد أن هذه تدفع للناس المستحق، الناس اللي ليس لها مقدرة على الشراء أو الناس اللي متضررة هي اللي توصل هذه الضحايا وهي اللي مستهدفة بالدرجة الأولى يعني. أما اللي ليه المقدرة هذا ما فيش داعي، يجب أن يفتح الطريق لغيره لكي يصل لكل لكي تصل هذه الضحايا لمستحقها. وكل عام وانتم بخير. الله أكبر. كل عام وانتم بخير يا حاج. سنة طيبين إن شاء الله. شو تحكي لنا على سيرته، أخبار سيرته، عرب سيرته شنده؟ والله سيرته أموره تمام، عرفت والله كل شيء الحمد لله تشوفوا فيه قدامكم يعني، مش حاجة. ما هو نحن جايين ضيوف، مش كيف اللي قاعد. والله شنو الانطباعات اللي تبع على سيرته؟ قصدي هل في ناس تجي في غاثة معاملة الثوار للناس؟ معاملة الثوار كويسين، معاملة ولغاته ممتازة، عرفت والله ناس تجيب من شرق، تجيب من مصرات، تجيب بتجيب من طرابلس، والحمد لله الامور 100 بالنسبه للغات، الامور كويسه والدواء ولا والحقيقه ما مش مقصره معنا لغات بكل ما يفرقوا بين حد يوزعوا عليها كله، لا سوا خاشين للبلاد غاته، يمشوا لعند الحشان ويخبطوا عليهم، والناس تجيب في غات وتجيب في الخبز وتجيب في الميه، والحمد لله والبنزين توفرت، عرفت ولا الامور 100 يعني. بارك الله فيك يا اي كلمه تبي تقولها؟ والله ان شاء الله كل سنه وانت طيبين، وان شاء الله يعم علينا ربي بالخير والهناء، وتستقر البلاد والقلوب تتصافى مع بعضها، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله والناس اجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله. الله اكبر. والله ايش بقول لكم، انا عادي رقم 2 تاخذ رايني ناس عطيت واحد اثنين هنا. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. كل عام بخير ان شاء الله. انت طيب ان شاء الله. ان شاء الله. شو تعيدنا شو تقول لنا؟ كل عام مبارك، ان شاء الله عيد سعيد. ان شاء الله ان شاء الله. والهنا والصح. ان شاء الله. شد. السلام عليكم. سلام الله. كل عام بخير ان شاء الله. طيبين ان شاء الله. طيب شنو تقول لنا في المناسبه؟ فاتح ان شاء الله يعني اللي بالفرة يعني ان شاء الله كلنا ديما منصورين ان شاء الله. ان شاء الله.
واحد يتملى وما عنده زرع. واحد جبر يا ناس جبر مصر. طيبين وننسى التور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. العام بخير. طلعتوا بخير. طلعتوا بخير. بخير يا خالد. شنو امورك؟ طيب. شنو امورك؟ شنو تقول لنا على المناسبة؟ الله يقولك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. مساعديكم الثوار. والله الحمد لله. ها؟ الحمد لله. لا الحمد لله. تبارك من الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله من تغاوي الجبر. طيبة. الله اكبر يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. السلام عليكم. قعدنا في السماء. طيبة ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. امك كل سنه وانت طيب وكل عام وانت بخير ان شاء الله. هي الله اكبر الله اكبر. ايش بده معك يا حاج انا؟ حاولي. لا لا حاولي انت. حاولي 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 حاجه بس. سكري عليه الباب وخلاص. الله اكبر يا عمي الحاج. كل عام بخير ان شاء الله. ان شاء الله. شنو امورك؟ شنو تقول لنا بالمناسبه؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. شنو الثوار يا حاج بالله؟ والله الثوار ما شاء الله عليهم. لا قول كلمه حق بالله عليك ما تجاملنيش. ما شاء الله عليهم. مقصرين معاكم في شيء؟ تبارك الله. مقصرين معاكم في شيء؟ لا والله لا مش مقصرين معانا. احط ضحيه العيد منهم. الله اكبر الله اكبر الله, الله أكبر. اكبر هذا رزقكم ما حد يجمل عليك. الله اكبر الله اكبر. اي الله اكبر. تحية حرة ان شاء الله ليبيا. ان شاء الله ان شاء الله. والله ما هي مفتعل. قسما بالله لما جينا وخشينا انا لقيناها الله قاعد بروح كتبوا عليها الشباب انظر شهيد البطل عبد الباسط قرضوه. الله اكبر. هذا من الشهداء اللي استشهدوا في عماره الكهرباء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والشهيد البطل فتوري الجطلاوي استشهد في معركه التحرير. الله اكبر. ومعاه وليد بوشناف وعبد الفتاح البوسيفي. والشهيد البطل عمار ربعي استشهد في معركه جارف. الله اكبر الله اكبر. شهداء وجديد. الله اكبر. كل عام بخير. كل عام كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه طيبين. ان شاء الله. الله يعيد مبارك علينا وعليكم. ان شاء الله. عام دايم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. جمع أحمد صالح بالحاج أمر المحور الغربي في مدينة سرت ومعاون أمر غرفة سرت. نتقدم بالتهنئة لسرت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونترحم على الشهداء شهدائنا الأبرار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار. الآن احنا بصدد توزيع الأضاحي على الناس المحتاجة في سرت والناس المضطرة في سرت، وقد وزعنا الأضاحي وزعنا الآن والإعانات ما بين تموين وإغاثة. بفضل الله عز وجل قمنا بالعمل على أكمل وجه، بفضل الناس الموجودة والكتائب الموجودة، وهذا من فضل الله عز وجل. ونتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إيصال المعونة والمساعدة لسكان مدينة سرت، المدينة التي عانت الكثير والتي عانت الكثير. ونتوجه بالشكر لكل من ساهم بأي شيء كان، ولو حتى بكلمة خير في هذه المدينة. الآن قمنا بالتوزيع وقمنا بكذا، والناس الحمد لله فضل من عند الله، الناس مبسوطة ومسرورة وفرحانة. والآن انتهى عهد الطاغية، انتهى العهد الأول، والآن في طور العهد الجديد، العهد دولة القانون والدولة الديمقراطية. وربي إن شاء الله يسهل لنا الأمور كلنا ويوفق أهل سرت. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانا نعتبره انه هو من احسن الاعياد. الله اكبر. لان ليبيا حره والليبيين كلهم احرار يعني. فبهالمناسبه العظيمه اليوم نشوفه في هنا في منطقه سرت ينطوا بالشوارع وايد بغاته جيتهم ومسؤولهم في الاعياد، يعني اشياء كل يوم في فرحه، كل يوم في فرحه. ونقول اللي نضر حوشه ان شاء الله ربي عوضه، وفي سبيل ليبيا الحمد لله على سلامة الناس الأبرياء. وليبيا حرة يا شباب، وهذا أهم شيء في الوقت هذا نقوله. وتحية لثوار مصراتة وثوار بنغازي، ثوار ليبيا بالكامل، واللي بدل المجهود ونقطة عرق في سبيل نجاح هذه التوبة. حتى النسوين، حتى النساء بدل المجهود، والأطفال والبنات الصغيرات، يعني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعاشت ليبيا حرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.